رحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده هنعمل المدفونه. ايه هي المدفونه؟ هنعمل طاجن سمك تعابين حناش اللي بيقولوا عليه في الاسكندريه. النهارده بنعمل اكل لحضراتكم طلبتوه مننا بالحرف الواحد. بشوف مقادير سمك تعابين. عندي سمك تعابين وعندي توم وبصل ورز، عندي طماطم وزعتر زيت، كمون وبهارات وليمون وشطة ودقيق، وعندي كرفس وكرات، وعندي ملح وفلفل. نقول لحضراتكم تاني، ملح وفلفل، كرات، كرفس، دقيق، شطة، ليمون، بهارات، كمون، زيت، زعتر، طماطم، رز، بصل، واهم حاجة عندي منساش، اهم حاجة عندي منساش التوم، وعندي سمك التعابين. تعالوا نشوف مع بعض. انا كنت عايز اسلخه قبل الهوا، بما ان قبل كده ما سلختوش، ولكن قلت ياد ايه، استنى اعمل قدام السادة المشاهدين كل حاجة افضل عشان يبقى كله قدامه. طيب كده هنا ادي السمك التعبان اهو كده. والغريبة فيها يا جماعة اللي انا بستغرب له، ليه غالي؟ انتوا طلبتوه، ما اقدرش اقول لكم حاجه، انتوا لو طلبتوا طبعا العصفور هنجيبه. طبعا هو غالي لان لغايه دلوقتي ما عرفوش يعملوا مزارع عشان يغشوا الناس بيه، ولكن احنا ما بتفرقش عندنا. ادي ملح، وهنشوف نعمل معاه ايه. كده وروح جاي هنا وسحب. ده كده، وده الهيد بتاعه بالسكين اهو. ده كده اهو، ونبدا نقطعه. بفتح بطنه وانضفه. بعد كده هنا نتبله بقى التتبيلة الحلوة بتاعته كده. شوفوا هنعمل ايه. حلقة النهاردة جميلة وحلوة، ونركز مع بعض عشان احنا بنعمل حاجات جديدة تراضي حضراتكم. كده هنا ادي شوية شطة، شوية كمون، نص ونص عشان احط الصلصة بتاعه. كده هنا ادي بهارات اهو. بعد كده هنشوف بقى التوم اهو، ده التوم بتاعي اهو. زي ما شايفين حضراتكم كده، ده جالنا اسئلة كتيرة على سمك التعابين او الحناش زي ما بيقولوا، لازم نعمله لحضرتك. هو ليه كذا طريقة، بس انا النهاردة بعمله مدفون مع الرز. كده ادي شوية توم، بقية التوم عندي برضو. ادي ليمون، كده
عندي ملح، عندي فلفل. نقول عملنا ايه من الاول؟ حاضر، ادي كمان شويه ليمون زياده اهو. عندي بهارات وعندي توم، ليمون، كمون، ملح، فلفل، توم اهو زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده اهو. ادي رباب. صباح الخير. صباح الفل يا شيف، عامل ايه؟ ازيك يا رباب، عامله ايه؟ الحمد لله، منور الدنيا يا جدي. الله يخليك يا رباب، كل سنه طيبه. وانت طيب يا باشا. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام، طول ما انت حضرتك كويس احنا كويسين. ربنا يبارك فيك يا بنت، ربنا يخليك. انت كويسه؟ انا الحمد لله كويسه. امور يا رباب. ربنا يخليك. عايز اشكرك على الحلقه الجميله دي. عايز اقول لك ان انت مش بس عشان الناس طالبه التعابين، يعني حضرتك حتى لا يرضي السمك نفسه عشان انطلب كتير لوجبات لمرضى السكر. السمك من اهم الحاجات لمرضى السكر لانه بيحتوي على ماده اسمها الكروم. الماده دي بتنشط البنكرياس انه يفرز الانسولين، علشان كده السمك مهم جدا لمرضى السكر. فبرضه عشان السؤال ده اتسال كتير. الحلقه كلها خاصه عن اسماك النهارده، هنعمل لكم حاجات جميله ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ، حلقه النهارده جميله جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم، عاملينها كلها بالاسماك ان شاء الله. شكرا يا شيخ. بشكرك. شكرا يا رباب. اشكرك. شكرا يا رباب. كده هنا عندي كده ست الهام. مساء الخير يا شيخ. صباح الخير يا ست الهام. ايه اخبارك؟ في نعمه والله يا ست الهام. انت اخبارك حضرتك ايه؟ احنا من محافظة الأقصر. نعم يا فندم. انا من الأقصر بقول لك. احسن ناس، احسن ناس. معلش انا كان جوزي جاب لي زيتون كلاماتا. جاب ايه يا فندم؟ زيتون كلاماتا. وجابه لي كده في سائل، يعني هو من مزرعة جابه لي في الإسماعيلية. يعني صاحب المزرعة قال له يعني يطبق اشطفه كده واحطه في مية وخل او ملح، اعمل حاجة ثانية؟ انقعيه الاول هو مستوي للاكل يا شيف، يعني مستوي مفيش حاجة. هو مستوي يعني؟ حط له مية وخل، حط له مية وخل وحبة زيت زيتون. زيت زيتون؟ لو عايز تحط له زيت زيتون زي ما انت عايزة. ماشي يا شيف. معلش بنتي اسمها حور، عايزة اتكلم حضرتك. اديها لي يا حبيبتي، اديها لي يا بابا، اديها لي. الو يا عمو. ايوه يا بابا، ازيك؟ الو. ازيك يا قمر؟ الو. ايوه سامعك يا حبيبتي. الو. الو. انا سامعك يا بابا، بحبك قوي يعني. وانا موجود فيك يا روح قلبي، ربنا يخليك ليا يا بابا. ماما بتعمل اكل انا بعمله ولا لا؟ الو. طبعا اكيد احسن. بشكرك على اتصالك يا ست العرايس. ادي بصل مفروم. ركزوا معايا يا جماعه عشان طبعا الطبق ده جميل جدا، جميل جميل جدا اهو كده. اقلب اهو. طيب كده هنا بعمل ايه؟ ركزوا معايا، النهارده حلقه جميله. ادي البصل ادي التوم بعد ما حمرت السمك اهو، حمرت التعابين، بصل وتوم كرفس وكرات اهو. الطاجن بتاعي احطه في الفرن اهو، ده الطاجن بتاعي في الفرن. ادي كرفس وكرات. يا ست فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست فاطمه. ازيك يا شيف شربيني؟ في نعمه والله يا ست فاطمه. في حضر، عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي يا فندم. كان في واحد طلب عايز يعمل الرز الاحمر الصياديه. يا فندم. فهو حضرتك بنعمل بنحمر البصله بس ما بنغمقهاش. انا قلت بتبقى فاتحه. ما بنغمقهاش. ايوه فندم. وبعدين بندقها ونحطها في الميه تغلي، وبعدين حضرتك بنسقط فيها الرز. ايوه فندم. ملهاش دعوه بالسمك خالص، غير شوربه السمك خالص.
انما نفس الميه دي برضو بنعملها ونسقط فيها السمك الصياديه اللي احنا عايزين نعمله صياديه، بس بنحط بقى فيه فلفل اسود وبنحط فيه شويه حبهان. جميل. ده السمك الصياديه والرز الصياديه الدمياطي. هو والله بص اقول لحضرتك حاجه، هو للاسف الشديد ان كل بلد بتحب تعمل طبق باسمها فبيبداوا فيه يعملوا يعني دمياط ليها. اصل حضرتك وقال انا عايز السمك الرز الصيادية الاحمر، فانا بقول لحضرتك على ان هو ده الرز الصحيح اللي احنا بنعمله. الاحمر برضو؟ ايوه. يعني ده اللي هو ما بنحمروش الرز البصلاية يعني؟ لا بنحمر البصلة بس تبقى فاتحة وندقها ونحطها تغلي في المية وبعدين نسقي فيها الرز. طب انا هسأل حضرتك سؤال. اتفضل. تفرق ايه ان انا اكون فارم بصلة وحطيتها؟ وماله بس تبقى لازم تفرم ايه؟ وتفرق ايه ان انا افرمها او ادقها؟ مشكلة بس لازم تتحمر الاول. وهو لازم نحمر بس دلوقتي انا؟ ايوه. لما اقطع بصلايه كده وافرمها ناعمه واحمرها؟ لا اصل ايه لازم تدقوها بقى؟ قلت بنعمل السمك ونشيله من الميه وبعدين نحط مكانه الرز. ما هو انا بقول لك ده شوربه سمك، شوربه ده رز صياديه انا شفته مع ناس عملوه قبل كده قدام مني، وناس برضو من السواحل سلقوا جمبري وصبيط وسمك في نفس الشوربه دي، طلعوا منها وحطوا برضو البصلايه اللي انا قلت لك عليها اتحرقت دي، وحطوها وغليت لونها ذهبي، حطوا الرز وبعد كده حطوا جواها السمك برضو ودخلوه الفرن. كل حضراتكم انا عايز اقول لكم على حاجه، مش عايزين نعطل على شيء ونوقف نفسنا على شيء. المطبخ ده اجتهادي، وانا ما قلتش انا خبير امني في المطبخ ولا بروفيسور، لا احنا بنتكلم مع بعض وناخد وندي. في الاول وفي الاخر تعملي كل اللي انت عايزاه، ما حدش شريكك فيه، لان انت حره في مطبخك. يعني انا النهارده بعمل الطاجن ده، ممكن اديله شويه طماطم وممكن ما ادلوش طماطم. لو انا حرقت البصلايه بتاعته يبقى خلاص ما ادلوش طماطم، لكن البصلايه عملتها ني في ني كده عشان اطفي فيه الرز يبقى انا عندي حريه الاختيار. ادي كده هنا شوية طماطم فريش، وعندي طماطم تاني. النهارده عايزين نعمل طبق جميل وحلو. ادي طماطم جامدة. عايز اقطعها كيوبس كده. اهو. انا عايزك تغيري مني وتعملي احسن مني. ليه؟ هو بس انت لوحدك اللي بتطبخ؟ لا احنا كمان بنطبخ. ابدعي بقى واعملي الحلو. سيبك مني انا، يعني انا بديك الاوردر او بديك الريسيبي، انت بقى تدلعي براحتك وتعملي كل اللي انت عايزاه. ليه؟ لازم تعملي احسن مني، مش لازم تعملي اقل مني، لازم تكون احسن كمان. كده هنا ادي الطماطم اهي، طماطم اهو. عملت ايه بقى كده هنا؟ هنا بصلايه بتوم، زيت زيتون، كمون، ملح، فلفل، شطه، بهارات، كل اللي انتوا شايفين الجمال ده. لازم ابدع واعمل حاجه جميله جدا تراضي حضراتكم. ليه بقى؟ عايزين ناكل ونقول والله ده الشربيني عمل حاجة بشكل جديد كده اهو. انا بحس ان يا جماعة ان البتاعة دي طرية او بلاستيك، هاتلي التانية احسن لي، دي حريمي اوي. يعني احنا ناس عايزين حاجة تكون جامدة كده، مش دلوقتي، براحتك بعدين يعني. طيب كده بعمل ايه يا جماعة؟ ادي اهو ادي الشوربه بتاعتي. خلي بالكم النهارده جميل، يوم حلو وزي العسل. ادي شويه فلفل، شويه ملح، عايزه تغلي
ونشوف هنعمل بعد كده ايه. النهاردة بنعمل حاجات حلوة. طاجن الحنشان اللي اتقال عليه عملناه اهو. عند الرز مغسول، عندي الرز بتاعي مغسول، اروق مكاني كده بقى اهو. كده شوف هنعمل ايه. الطاجن بتاعي في الفرن سخن جدا، سخن جدا، ده لازم يغلي عندي اهو. كده الريحة طالعة ايه يا صلاتك يا حبيبي يا نبي. تغلي؟ طيب هنشوف عملنا ايه هنا من الاول لاخر. نشوف، عندي سمك بالرز، حطيت الاول بصل مع توم، خليها تغلي بس شويه كده، لا مش كبير، دايما بكون عندي غطا زي كده سايب اربطه عشان ما يبص مني، لان لو سبت الطبق كده الغطا كده ممكن يبوظ، لازم يكون ايه لمحين شويه مع بعض. طيب كده غليت، اي حاجه عندي غطيها. يبقى عندي سمك تعبين، وعندي ثوم وبصل ورز وطماطم وزعتر زيت زيتون بهارات كمون ليمون شطه دقيق كرفس كرات ملح وفلفل. ادي شويه الزعتر بتوعي اهو، افرمهم كده. ست منى السلام عليكم. الو مساء الخير يا شيخ. يا مساء الهنا يا ست منى. بشكر حضرتك على كل اللي بتعمله يا شيخ. ده انا تحت امرك. بشكرك لانك بتعمل فعلا الحاجه من قلبك بجد وعشان بحبكم صدقيني يا فندم. الله يخليك. ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ 10 طلبات حضرتك. الله يخليك. انا عارفه ان مشاهدينك كتير قوي يا شيخ، انا عايزه اعمل نداء من خلال برنامجك ويا ريت ما يقطعوش عليا الخط. نعم يا فندم؟ اعمل نداء من خلال برنامجك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي. الله يخليك يا شيخ. شيخ انا العربيه بتاعتي اتسرقت من قدام البيت في شارع وادي النيل. شارع وادي النيل اه. اه وعملت بلاغات كتير في مديريه الامن الجيزه وبين السرايات واسم العجوزه ومفيش اي يعني حد عارف اي حاجه. فبعمل نداء لان مشاهدينا كتير قوي اللي بيشاهدوك، ولو حد لقاها يعني مركونه في اي حته هو بص يعني انا عايز لهم على رقم نمره العربيه ولونها. حضرتك ادي لي رقم العربيه ولونها وانا تحت امرك، مفيش مشكله عندي. شكرا لحضرتك، انا اسفه خالص. لا يا فندم تحت امري. 72 54 54 ومن اليمين رف اللي هي رهته 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 سه 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 رهفه ماشي رف رف. حاضر. هو كده حضرتك كل الساده المشاهدين سامعين حضرتك، وربنا يعطرك عليها يا رب، وان شاء الله هتلاقيها باذنك انت يا رب، ان شاء الله هتلاقيها. حاضر يا ستي، بشكر حضرتك على اتصالك، شكرا. كده ادي بقيه الرز، الطاجن سخن يا جماعه. شفتوا الجمال ده؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اهو
بالظبط كده يا باشا. خلي بالكوا لسه هعمل حاجات كده نشوف الدنيا فيها ايه معايا. خلي بالك التاجن سخن كده. طيب لازم المية بتاعتي تغطي الرز كله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نخش الفرن بتاعي. وطبعا اتفقنا ان الطاجن عندي سخن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو اول طبعا عملناه سهل جدا جدا. يا ريت كلنا نعمله زي ما احنا مشينا بالخطوات دي. ده جديد لسه اول مره نعمله. نعمل حاجات جميله وجديده تعجب حضراتكم. هنشوف بعد كده هنعمل ايه. كده استاذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. عندنا اسماك كتيره وياما في الجراب يحاول. فاصل وارجع لكم تاني. اول دور المحطه وهتروحوا في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل. عملنا المدفونة او الحنشان او طاجن السمك تعابين. عندي سمك ملفوف مع صوص الزعفران. سمك سول ملفوف مع صوص الزعفران. عندي سمك سول وسلمون فريش وسمك فيليه بودر الزعفران وكريمه لباني وبصل وتوم زبده ورق لورو ليمون ورز ابيض ملح وفلفل وعندي ورق المونيا. عندي ورق المونيا بص كده عليه مفيش ورق المونيا. هات لي ورق المونيا. طيب يبقى كده نشوف مع بعض هنعمل ايه. يا ست وداد سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ست وداد ازيك؟ عامل ايه؟ في نعمه والحمد لله. والله زودت الحراسه ولا لا؟ نعم زودت الحراسه ولا لا؟ لا ما انا عندي ابراهيم وعندي هشام وعندي فضلت واقفه قدام الاستديو ما حدش نزل. ده انا عندي واحد على الكاميرا هنا ما شاء الله عليه لا ومسمينه تامر. بعدين انت هتعرسيني كفايه. الله يغفر. ولا انت رجعت تخطفيني ولا ايه بالظبط؟ لا انا صباح الفل يا ست الكل. معلش يا شيف ليا سؤالين. عينيا ليك يا ست الكل. اما بشوي اللحمه الضاني بتطلع نيه شويه. نعم اللحمه الضاني اما بشويها. خليكي حريصه على القطعه بتاعتها. اه وبالطريقه العدله ما تكونش عكسيه. اه اللحمه ليها انسجه. اه قطعي اللحمه عكس الانسجه. يعني ما قطعهاش بالطول. الانسجه بالطول. الانسجه بالطول اقطع اللحمه بالعرض وتبقى قطعه صغيره وفي نفس الوقت تتبل تتبيله حلوه. واختاري حته اللحمه اللي هتعمليها للمشوي غير اللي هتعمليها للكفته. فاحنا حضراتكم دايما اللحمه الضاني معروف ان الفخده بنعمل منها المشويات من الريش نعمل منها مشويات. لكن الزند بناخد منه حته بسيطه كده اللي هي القشره والباقي بنفرمه ونعمله كفته. ما عندناش حاجه هتترمي فيه يبقى نشتغل بقى الصح بتاعه ونعمل الصح بتاعه. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في السمك السول دوت. عندي هنا سمك سلمون فريش اهو وعندي سمك هعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. النهارده يا رب حلقتنا تعجبكم. يا وليد السلام عليكم. شاعر اسكندريه.
شيفنا الجميل، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا وليد. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني جدا والله. في نعمه يا وليد والله. منور الشاشه والله. وانت منورنا يا جميل. ممكن بعد اذنك اقدم قصيده لست البيت المصريه؟ طالما للصالح العام احنا خدامينك. احنا بما ان حضرتك برنامج الاسره المصريه. على عيني يا حبيب قلبي يا وليد. الله يخليك يا فندم. انا ذكرت فيها الجاره المسلمه خديجه والجاره المسيحيه تريزا. الله 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 الله. وحاولت ابين مدى الحب والالفه بينهم في صوره عزومه، في صوره اكله، في صوره حاجه كده. ايه الاخت خديجه عزمه الاخت تريزا عندها على الغداء. هو ده كان في السبعينات وفي الستينات ما كانش في فرق، يعني في الخمسينات كمان ما كانش في فرق بين مسيحي ومسلم ويهودي، كان كله باكل في طبق واحد. للاسف الفرق ده مش عارف بيحاولوا يزرعوه دلوقتي. حاول بقى نساعد بعضنا. واحد زيك كده جميل شاعر. احنا اخوات وكل حاجه ما بيننا زي الفل الحمد لله. الله عليك يا وليد. اديني بقى وشجيني. اسمها يوم جت ربه منزل. جميل. حدثتنا مدام خديجه صاحبه التدابير العجيبه، قالت يا ايها المستمعون يحفظكم ربي ويصون. قمت الصبح صحيت من النوم قلت اليوم ده، قلت اكيد اليوم ده عظيم، عندي عزومه وفيها حبايب، جارتي تريزا وجوزها الغايب. سالت اختي في التليفون اطبخ ايه ويكون مضمون، لحسن عندي عزومه كبيره خايفه يطلع اكل فطيره. قامت شخطت فيا وقالت ساكته ليه دي حقيقه وبانت، شوف الشيف شرديني ده بيه على قناه السي بي سي من واحدة لحد ثلاثة يظهر شيفنا بكل بساطة. قلت يا اختي نصيحة لذيذة، شكرا خالص يا اختي عزيزة. قمت فاتحة التلفزيون جايب السفرة بدون عربون، قلت الشيف شرديني عرفاه يا ما شفته على الحياة. ظهر الشيف من قلب جنينة فتح الباب قام طل علينا، رحب بينا يا سي السميعة، بدأ الحلقة بخفة بديعة، كان المنيو عبارة عن ايه؟ حتة بندي يا روحي عليه، رز بخلطة من غير غلطة، قطع جنبه كمان السلطة، كفتة بسيخ من عند الحاتي تشبه كفتة عم زناتي. بدأ الشيف في عمايل أكله حبة بحبة كان على مهله، يعرض أكله بإيد فنان، يرنش أكله بظهر ريحان، ولا الفلفل الألوان قام يشويه جواه الفران بعد ما حط في قلبه فريك، خلطة عاملها يا أختي عليك. كانت حلقة بغير العادة، ما فيهاش أكلة كانت سادة، قمت داخل المطبخ جري، أشطب كفلي أرمي رمي، أبدأ طبخ بكل نشاط وأعوض كل اللي فات، طبخ وشوي عيني عليا كله عملته كان بإيديا. مر الوقت بسرعة وفات، شفت ضيوفي بسرعة جات، كانت ضيوفي تريزا وجوزها والأطفال ربنا يحرسها. واحدة واحدة على الترابيزة أحط الأكل لأخت تريزا، بدأوا الأكل قلت يا ربي يطلع حلو وأنا إيه ذنبي، فجأة قالوا مالكش حل أكلك روعة روايحه تهل، مين علمك الطبخ حييني؟ هو مفيش غيره الشرديني. قمت داعية لأخويا الشيف، ربي إيه خلي طريقه نضيف، خلى رقبتي في أعلى مكان، جزاه الله الجنة مكان. آدي حكايتي باختصار، صباحكم فل وأحلى نهار، يلا بسرعة ضيوفي هتنزل، كانت معكم ربة منزل. يا رب تكون عجبت حضرتك. كل الاستوديو حتى يعني بص كل زمايلي هنا في الاستوديو حاولت والله يا والله كله حتى لغايه مخرجي فوق بيسقف لك على كلامك الجميل. كلامي كتير جديد جدا ورومون بيسقف من قلبه، وكلنا هنا فرحانين بكلامك الجميل. هشام واستاذ عماد ربيع واستاذ ريمون واستاذ محمد الحلواني كلهم ناس والله عظماء يعزفوا سيمفونيه داخل قناه السي بي سي. انت يا حبيبي شاب زي الورد ربنا يحميك. الله يخليك يا فندم. وفعلا فعلا وليد الشاعر يعني ربنا المسيحيين والمسلمين تفضل يا رب دايما على خير يا رب يا رب يا رب يا رب. بشكر وليد حبيبي ابني على الكلام الجميل الحلو الرقيق كده. عندي هنا شويه بهارات شويه توابل، شوف الكلام الحلو اللي بيغذي اهو كده هنا اهو. عايز اعجن العجينه دي زي ما حضراتكم كده شايفين، هتلاقي توم ليمون توابل زعتر ملح وفلفل. ابص كده على الرز بتاعي شغال زي الفل، اوطي النار عليه سلولي سلولي. طيب كده هنا زفرنا الصينيه
زبده، ادي توم، عصير ليمون، دي الصينية بتاعتي اهي، دي الصينية اللي انا هرص فيها السمك، شوية ملح، شوية فلفل، سنة خل، شكرا، شوية خل كمان. عملنا الصينية دي كده، ادي الخليط ده كله، نبدأ نشوف هنعمل فيه ايه. بس اروق مكاني كده عشان الموضوع النهاردة سخن شوية كده، بعد الكلام الحلو اللي سمعته من شاعر اسكندرية وليد الجميل. هنشوف بقى مع حضراتكم نعمل ايه. طيب كده حطيت زعتر هنا، ادي الكبة اهو، ابدأ اشتغل سلمون مع سمك. ده سلمون مع السمك اهو، اديله سنة ليمون تاني عشان يبيض معايا ويبقى شكله جميل. يا ست دعاء سلام عليكم. ست دعاء الو، سلام عليك يا دعاء. ايوه عليكم السلام يا شيخ، ازيك؟ امور يا دعاء. انا عايز اصبح حضرتك جدا جدا وبحبك جدا جدا يا سيدي. صباح الفل يا ست الكل. عامل ايه حضرتك؟ في نعمه والله يا ست الكل. تمام، اموريني سعادتك. انا اول مره اتكلم على الهوا على فكره. يا اهلا بيك يا فندم، ده شرف ليا. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي، سؤال حضرتك ايه؟ انا سؤالي اللي انا اتعقدت منك يا سيدي، يعني انت نعم؟ بتعمل اكل جميل جدا. انت اللي ست زي العسل وبتعملي كل حاجه حلوه. ربنا يخليك. اتفضلي سؤال حضرتك. عايز اصبح عليك واقول لك ربنا يديك الصحه يا رب. يا ست الكل صباح الهنا، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. بشكرك على صباحك الجميل اللي بيخلينا مش عارفين نروح فين ولا نيجي منين. شكرا لست الكل على اتصالها الحلو كده. ادي السمك، بشكر حضرتك على اتصالك. الست بتتصل عشان بس تسلم علينا، مش عايزة حاجة مننا، لان اكيد بتطبخ احسن مننا، ولكن تشكر ان هي بتجاملنا وبتقول لنا الكلام الحلو ده، ومش عارفين نودي الكلام الحلو ده فين. اهو كده هنا انا بشتغل واحده واحده كده بمزاج عشان انتوا مشرفيني. خلي بالكوا بقى هنا، ادي سمك سول، هنقشره ازاي ده يا عم هشام؟ طيب ده انت مش عارف، ما انا عارف، وانا جيت يمتك. بصوا هنا، ده ديل، شويه ملح، بعمل كده بحاول اشيل قشرة كده بسيطة. احاول على قدر ما اقدر اهو، الملح بيساعدني. بعمل لي ماسكه بس، هو عشان بس ناشف اهو.
نفس القصة من الناحية التانية. نعم؟ طيب كده هنا زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهو اهو كفتة ايه يا حبيبي؟ حاضر بشد كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو هو عذاب شوية بس احنا كده لازم نعمل الصح. هنتكلم على كفتة السمك ادي شوية الملح اتفقنا عليهم اهو هجيب السمك هضربه في الافرومه سمك فيليه افرومه اديله توم ليمون زعتر ملح وفلفل كمون كل الكلام دوت بحطه مع السمك وافرمه شويه كزبره خضراء اهو شويه كزبره خضراء بعد كده بصبعه او ببرنقه بعد كده بديله شويه دقيق من جوه او شويه بقسماط بعد كده هقليه بعد ما اقليه بعمل له صلصه او ممكن اعمله باي طريقه انا عايزها هيبقى معايا كفته السمك كده بحاول زي ما كده شايفين حضراتكم اهو هو متعب شويه بس احنا مفيش حاجه عندنا بتقف قدامنا اه طيب كده هنا قشرنا الفيليه ده عندي بقى كده على النار هنا ادي الرز بتاعي زي الفل استوى اهو يبقى عندي هنا ليمون كرفس وكرات اطلع بقى بالطاجن شوفوا بقى الجمال بتاع المخرج اطلع بالطاجن بتاعي شوفوا بقى شغال ودماغي لازم تكون هنا وهنا اوعى تسرحي مني وانت شغاله هتلاقي الدنيا معانا مش حلوه ده يا ست فاطمة الو سلام عليكم ست فاطمة الو ست فاطمة صباح الخير صباح الخير يا فندم صباح الفل والجمال صباح كل حاجة حلوة في الدنيا يا ست فاطمة تسلم ايدك على كل حاجة انت بتعملها تسلمي لي يا ست الكل ايه رأيك في الطاجن بتاع النهاردة ده جميل طبعا طالع من ايديك كل حاجة حلوة طب ما نبص عليه قبل ما نطلع من الفرن عشان يطلع ني ويتشفني مع المخرج طلبات حضرتك يا ست فاطمة؟ أنا ماليش أي طلبات أنا أنت مش مخلينا محتاجين أي حاجة الله يكبر بخاطرك ويخليكي لينا يا ست الكل ميرسي ليكي بعرف أطبخ يعني هو مش قوي نص ونص يعني مش بطبخ قوي أهو آدي نرجع بقى تاني عملنا ايه حطينا هنا بوكيه جرني بوكيه جرني ادي زعتر او روزماري اهو طيب كده شويه ليمون وادي شويه فلفل ادي شويه ملح واخد فاصل وارجع لكم تاني عشان هنشوف ايه بعد كده فاصل وارجع لكم اول غير محطه ولا تروحوا في اي حته
مشكلة أي طباخ يا جماعة لما يكون معاه مخرج بيشتغل بضمير. يعني أنا دلوقتي كان ممكن خلصت السمك وخليته، طب ما أنا قشرته قدامكم، جاي بخليه خليته واحدة والتانية قال لي ستوب ما تعملش حاجة لما الناس تيجي معانا. ناس مين يا عم تيجي معانا؟ قال ناس مشاهدين. طب يعني هشتغل؟ قال لا ما تشتغلش. عملنا أول واحدة فليه، العظم بتاعها كسرناه حطيناه هنا، أدي التانية أهي. بنخلي ازاي؟ سكينة ملتت، ملتت يعني طرية كده اهي، وبصدر صدر صوابعي كده بخلي اهو، وبقطع من فوق كده، ادي فيليه اهو. تاني العكس، ببدأ برضو في النص التاني اهو كده بمايل السكينة. السكينة بصوا يا جماعة لما تكون طرية كده اهي بتلب معايا اهي، يطول شوية معايا بتلب كده، ايوة هو ده اللي انا عايزه. بصوا تساعدني في الشغل، مش كل السكينة تنفع، لو قاسية شوية هتتعبني، فعشان كده بتبقى طرية معايا بتساعدني في خلي اهو. الناحية التانية نفس القصة، بعمل له ترن اوفر وابدا برضو بالسكينه، السكينه بتنام معايا وانا بشتغل اهي، تقوم تطلع لي الفريه سليم اهو كده. شوفوا العظم طالع بره ازاي، مفيش عظمايه موجوده في السمكايه. ليه؟ لان دي سكينه بتاعه سمك اهي. عايز اعمل لحضراتكم مره حلقه خاصه عن معدات المطبخ، وايه اللي نستغله وايه اللي ما نستخدموش كده اهو. كده دي اخر واحده اهي بالسكينه كده زي ما انتم شايفين، بنزل اهو بتبعد عن القشر او السفة او الشوك اهو زي ما شايفين حضراتكم كده. بصوا ده اسمه سمك صول، اللي بنقول عليه سمك موسى كده، ما فيهاش اي سفة. بصوا زي ما انتم شايفين كده، غلط وعيب عليا لو طلعت فيها سفة كده. ادي دي بعمل فيها ايه اهي كده، بعمل الشوربة بتاعتي اغطي عليها، ده سنة مية. انا عايز اعمل صوص، فلا عايز عشان اعمل صوص لازم اخد شوية الشوربة دول اهو. عملنا ايه بعد كده؟ هنشوف هنعمل ايه بعد كده. انضف مكاني اهو، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، هنا شوية ليمون ملح وفلفل اهو. هنبدا نعمل ايه؟ خلي بالك في وش وظهر، ادي الظهر اهو، ادي الظهر. كده زي الورق العنب بحط دايما الخشن تحت والناعم عشان خاطر يلزق معايا كده. لسه عندي كمان اتنين اهو، وادي واحدة تانية. طيب شوف هنعمل ايه بعد كده. دي صينية زفرناها وحطينا لها زعتر ليمون ملح وفلفل وتوم وبصل وزبدة زي ما انتم شايفينها كده، وده الخليط اللي احنا فرمناه اهو. هقصد دول
انا عندي هنا كده كام؟ 8. هقطع دول على 8 حتت. ادي حته، ادي 2، 3، ادي 4، ادي 5، مش مشكله بلزق في بعضيها. ادي 6، 7، ادي 8. ازود بقى كده هنا كده 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 كده، اشيل ده كده اهو اهو. خلي بالكم ما تخافوش، احنا برضو ايه هنشوف هنعمل ايه. اطلع بدي بره وارجع هنا واحده اهي. شفتوا بعمل ايه؟ كده المخرج، المخرج بيقول لي انا عارف ان انت بتعك في الطبيخ الشرقي وبتاع، وانت ليك في الغرب كمان. احنا بنطبخ يا عم الحاج. يا ميلاد مساء الخير. الفل يا حبيبي. ازيك يا عم ميلاد؟ ايه اخبارك؟ عاجبك كده اللي بيقولوا عليا يا هشام؟ لا يا حبيبي، انت حبيب الكل. طيب يبقى خلاص. مش وبرضه هشام حبيبنا ده. هشام وريمون والحلواني كله، كلنا اخوات هنا، اسره واحده، وانت بتكملنا دلوقتي. كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا حبيب قلبي. بعد اسبوع من النهارده هيبتدي الصيام بتاعنا 43 يوم. صلاه النبي احسن. انا عم الناد بقول لك ايه، رومون بيقول لي احنا بنصوم السنه كلها، ما بتفطروا امتى؟ معلش لو عايزين نحوش بقى. ربنا يعينكم يا رب ويقدركم على اللي تعملوه، وربنا يجعله من ميزان حسناتكم. قدامك اسبوع تفكرنا بشويه اكلات. على عيني على عيني على عيني. مش برضه في سمك؟ طيب نعم. مش في سمك ولا مفيش سمك؟ اه في سمك ده. طب الحمد لله. بس يعني يعني كده الحمد لله طمنتني ان في سمك. على على عيني يا عمي. عايز اقول لاخواتي المسيحيين كل سنه هم طيبين وبعود الايام، وكده ايام الخير وايام العز وايام الفرح. يا رب دايما نكون فرح على طول مع اخواتنا المسيحيين، ودايما ايامهم اعياد كده ان شاء الله. كده كده شفتوا بقى عملنا ايه اهو. يا هند، ست هند، الو ست هند. طيب حاولي تكلميها تاني يا ست الكل. يبقى كده حضراتكم ادي الشوربه، الصوص اللي انا هصفيه دلوقتي، وادي ورق الامونيا، اخشى اني ورق الالومنيا ساعات بيطبع وبيدي شكل مش عاطفي، شكل مش عاطفي. ادي كده. يعني ايه شكل مش عاطفي يا عم رومون؟ انت بتلعب اتاري؟ اتاري وانت مش تاري. خليك معايا بدل ما تقعد. كده اهو
فتشني فتش أتاري وانت مش داري. حميدو حبيب قلبي فتشني فتش. حبيب قلبي حبيب قلبي صباح الفل وكل حاجة حلوة في الدنيا جميل. ربنا يبارك لنا في عمرك ويديك الصحة. انت بتعمل لنا كل حاجة حلوة والله يا ابني. انت انسان محترم وبتكلف نفسك كلهم عشان تكلمنا، ده شرف لينا والله. ربنا يخليك ربنا يخليك، ده انت تستاهل اكتر من كده. الله يزيدك يا ابني. انت والبرنامج الجميل والناس الجميله اللي معاك، اللي انتوا عيله واحده، بتحسسني ان انتوا عيله واحده. ربنا يبارك فيك يا ابني والله. والله العظيم بجد دخلت البسمه لكل بيت يا شيخ. احنا كلنا واحد، احنا كلنا هنا. ربنا يبارك لنا في عمرك ودايما في الطالع وتعمل لنا الجديد كله. دايما انت معانا زي الفل ومشرفني يا حبيبي. ربنا يخليك لينا، اجدع شيف في البلد. تأمرني يا قمر يا جميل. انا الامر لله، الامر لله. انا مش عارف اقول لك ايه ولا ايه، انا مش عارف. انا يعني بقف قدام التلفزيون بتوه. اعمل زي شعبان عبد الرحيم. هي دي اللي انا عايزها منك بقى، هي الضحكه دي اللي انا عايزها منك. هي دي اللي انا عايزها. انت بتجيب رجل، انا فاهمك. ايوه انا ماشي، خليك فاكرها. صباح الفل والجمال وكل حاجه حلوه في الدنيا. ربنا يخليك. لسه وليد الشعر دلوقتي ايه مدينا اشعاره الجميله، لما واحد جسمه اشعر. ربنا يخليكوا لينا بكلامكم الحلو الجميل اللي. طب ليك سؤال يا حبيب قلبي؟ طيب بيسال يا ابني، ابني بيسال يعني كده. مش عارف. طيب كده فين؟ زي بعض اهي، صغيره مش مشكله بس هتنفع. بصفي ده كده. الله على ريحه السمك بالبوكيه جرنيه، الله عليه، الله ريحه السمك بالبوكيه جرنيه يا جماعه تتوه. حد جيب لي مفك يا جماعه، وعايز اقول لست البيت دايما يكون في مطبخها مفك. ليه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. شوف المفك يا عم ابراهيم. وبهزرش. طيب عندنا هنا ادي الصوص بتاعي اهو على جنب. لسه بقى هنعمل ايه؟ طيب عندي جمبري بالكاري، ما اروحش افتري اجيب الجمبري طول كده عشان اعمله بالكاري، وما اروحش اجيب جمبري متقشر عشان اعمله بالكاري. انا عايز اكل واستمتع وعك. نعم يا نوران، مساء الخير. مساء الخير شيخ. مساء النور يا فندم. انا بشكر حضرتك كتير جدا على كل اللي بتقدمه لنا الشيخ. ولو يا ست الكل، ده انا تحت امرك. الله يبارك فيك. سؤال حضرتك يا فندم. ممكن حضرتك تقول لي على طريقه كويسه لسنيت البطاطس بالفراخ؟ سنيت بطاطس بالفراخ؟ اه لسه. على عيني يا فندم، حاجه تانية؟ كنت عايزه برضو من حضرتك سنيت الكوسه بقطع اللحم. الكوسه يا فندم؟ الكوسه باللحم، بقطع اللحم. بقطع اللحمه؟ اه. على عيني يا فندم. تسلم. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل. الكاري يا جماعه دايما بحب بصل كتير. كده هنقول مقاديره الاول واحنا شغالين. عندي جمبري، كاري، ثوم وبصل، طماطم، كزبره خضراء، فلفل حار، زيت زيتون، تفاح. نقول تاني مع حضراتكم، ملح وفلفل، تفاح، زيت زيتون، فلفل حار، كزبره خضراء، طماطم، ثوم وبصل وكاري. يبقى معانا كده بودرة الكاري.
الكاري بياخد لازم زيت زيتون، كده هذا البصل، شغل يا عم احمد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا عم احمد؟ الحمد لله تمام والله. بشكر حضرتك من اول ما طلعت القناه في شهر رمضان واحنا مرتبطين بيها يعني تمام يعني. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك يا حبيب قلبي. اهلا بحضرتك. كنت بسال حضرتك سؤال عن الفراخ اللي بتبقى معموله اللي هي بيعملوها في الفلاحين او في الصعيد وكده، بيبقى ليها طعم مختلف خالص عن الفراخ المحمره او المشويه بتاعتنا، فبيبقى في هنا في سر او في حاجه في خلطه معينه في طريقه معينه؟ لا هو الرعيه. انا في الريف انا في الريف يعني. انا في الريف لما بمشي جنب بيت حد كده بيسلق لحمه بشم ريحه الشوربه بتاعته غير ريحه الشوربه اللي عندنا في الفلاحين. انا صدقني والله بكلمك جد. ايوه فالريف ليه يعني مناخ معين وليه طقوس معينه، بيبقى ليه حاجات جميله كده جدا الواحد بيبقى محروم منها. لكن هي الفرخه فرخه واللحمه لحمه. لكن معلش مع احترامي ليك، مش هتبقى فرخه ديك بعرف والتاني من غير عرف، هي كله. بس طبعا بنقول على حضرتك يعني ما هو في طباخ وطباخ وفي مطعم ومطعم، ده ليه نفس وده ملوش نفس، الشربيني بعك غيره ما بعكش، يعني حاجات زي كده يعني. طيب كده اخد فاصل وارجع لكم تاني. هو دور المحطه ولا تروحوا في اي حته. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. ادي نص تفاحيه مع البصل والثوم وزيت الزيتون، لازم نص تفاحية كده اهي حطيناها عشان تشيل مرارة الكاري. نص تفاحية اهي زي ما حضراتكم كده شايفين، ادي بودرة الكاري اهي اهي طماطم فريش طماطم بوري او عصير طماطم اللي عندي اشغله، ما بقفش على حاجة اهو كده اهو. زي ما حضراتكم ده شايفين ادي صوص الكاري حطينا هنا بصل وثوم زيت زيتون ليمون كاري تفاح، لكن العنصر الاساسي اهو ده العنصر الاساسي بتاعي الفلفل الحار والكزبرة خضراء. الو الو انا يا شيخ ازيك يا جميل؟ عامل ايه يا قمر؟ الحمد لله. امور يا بابا؟ انا انت ايه بس قولي. انا عاوزه ايوه عاوزه بلح الشام. نعم بلح الشام. بلح الشام على عيني يا روح قلبي. حاضر يا بابا. كده حضراتكم اهو ده عندي كزبره خضراء لسه اهو
ادي الكزبره الخضراء، عندي نص لتر ميه على النار، 200 ملي جرام زيت، ذره ملح، ذره سكر، ذره فانيليا، كله على النار بيغلي. يعني نص لتر ميه على النار، في ذره ملح، ذره سكر، ذره فانيليا. بعد ما يغلي بجيب 400 جرام دقيق، 400 جرام دقيق، و 400 جرام دقيق بجيبه عندي. بعد كده بنزل على الميه اللي بتغلي على النار مع الفانيليا مع الزيت كده اهو، ادي الصوص. بعد كده بقلب بسرعه في بلح الشام اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي، حطيت الميه مع الزيت مع الفانيليا مع الملح مع السكر، غلي ونزلت ب 400 جرام دقيق، وبقلب بسرعه وبطلع بره بيه عشان ما تكلكعش مني. بعد كده ده كده لازم اخد ملح، ادي شويه فلفل اسود، شويه ملح، حاضر كده اهو، يبقى كده زي ما انتم شايفين اهو. ممكن اضربه بالخلاط واخليه سوفت، لكن انا عايزه كده زي ما هو. ادي الجمبري بتاعي بقى بقشره، شوفوا العند اهو اهو، اطلع كده عشان ما ايه ما يفقفقش، عايز احس بطعم الجمبري. خلي بالك زي انك بتاكل كابوريا، وعايزك تاكل براحتك، وهقول لك وانت بتاكل تعمل ايه عشان تقول لي ايديا هتتوسخ. لا انا عايزك تقزقز، عندك رز جنب منه بسمتي، وقزقز براحتك. حط الجمبري كده عشان ابقى صاحي اهو، مبقاش كله عدمته العافيه ويرجع معايا مش عاطفي اهو، زي ما حضراتكم كده شايفين. طيب بحط بقى العجينه اللي عملناها اللي هي نص كيلو ميه، 200 جرام زيت، ذره ملح، ذره سكر، ذره فانيليا، 400 جرام دقيق. ضربت كله مع بعض وبجيبه في العجانه والف العجانه عليه تطلع هواء شويه، وبنزل ست بيضات واحده واحده، بقى عندي عجينه بلح الشام. بعد كده بعمل ايه؟ كده ادي السمك بتاعي. بعد كده بعمل ايه؟ بكون عندي الزيت وورن، له بارد وله سخن، على درجة حرارة 80 درجة مئوية. احط ايدي كده عليه ما تقلقنيش، واخاف منها اعمل كده ما تقلقنيش. بعد كده يبقى كده عندي ادي السمك بتاعي اهو. يا حلاوتك يا جمالك، خليت للمخرجين ايه اهو، شايفين الحلاوه دي اهو. بعد كده بتغصي بقى ايه ايدك زيت، وتجيب الكيس وبلبله وتقصطي وتحطي في الزيت، تقصطي بايدك وتحطي في الزيت كده. هنا ادي قوت القلوب. صباح الخير. صباح الفل. اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا سامع كل اللي بتقوليه. صباح الفل. صباح الفل يا شفت الدين. صباح الفل يا ست الكل. اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه؟ واوعي تقول اي حاجه، ده انا تحت امركم. انا بشوفك بنسى الكلام يا فندم، ده انا تحت امر سعادتك. كل يوم كل يوم بتخلص لي الكارت بتاع التليفون. يا لهوي يا لهوي، بتخلص لي الكارت. مني لله اروح نار واخور دم. عامل ايه انا؟ صباح الفل، انا خدامك ست الكل. انا خدام سعادتك. مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه، ايه الحاجات الجميله دي؟ ايه الحاجات مش على فكره؟ نعم انا كان ليا بنت دكتوره، ربنا يخليها لك، تدخل المطبخ ابدا. ما شاء الله. بس بقى جاري الشيف الشربيني، الشيف الشربيني ما شاء الله، ربنا يخليها لك يا ست الكل، وبتعمل اكلاتك كلها. ربنا يا رب يخليها لك.
ربنا يخليها لك يا ست الدكتور. عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. تعيش حبيبي. بقول لك انا كنت في لبنان اكلت بطاطس اسمها بلون. اسمها ايه؟ بطاطس ايه حضرتك؟ بلون منفوخه كده. منفوخه. هو بص حضرتك بيعملوها زي زي عندنا هنا ال عرفتها. زي الزلابيه. بيعملوها زي الزلابيه. ايوه زي الزلابيه. ما رضيش يقول لي ابدا عليها. والله لا اعملها لك. هتروحوا مننا فين؟ تتعمل ازاي؟ بقول لك يا شمس هتروحي فين من قفل الفلاح؟ ده انا خدامك. اقفل الخط، ايه رايك بقى؟ نعم اقفل الخط. لا ما انا مش هقول لك عليها دلوقتي، لازم اعملها لك على الهوا. لازم اعملها لك على الهوا. اديني فرصه عشان اجيبها لك صح واعملها لك صح. على عين الاثنين. كده ادي الشوربه بتاعت السمكه اهي. يا جماعه في حاجه اسمها بطاطس سوفليه. اللي ست الكل كلتها دي اسمها بطاطس سوفليه. هقول لكم عليها وهعملها لكم على الهوا. عشان مفيش حد يكون نفسه في شيء. ده صوص السمك بتاعي، بودرة الزعفران اهي، دي بودرة الزعفران. خلينا نشوف هنعمل ايه مع بعض عشان يوم يعدي على خير. المخرج بخبط معايا هو المساعد بتاعه، مش عارف اعمل قلق، انا مش عايز اعمل حاجة عشان خاطر اليوم يعدي على خير. بصوا يا جماعه اهو. اهو كده انا اهو شغال. عندي كريمه لباني اهي، ده الكريمه اللباني بتاعتي. والنهارده يا جماعه بنفتري مع بعض زي ما المخرج ما بيفتري عليا. طيب كده انا عايز اعمل حاجه جميله تعجب حضراتكم. ادي الرز بتاعي هنغرفه هنا كده عشان يبقى صوصه سبرت. كان ممكن احطه مع الجمبري مع السلمون، لكن انا عايز اعمل حاجه جميله جدا اهو. اهو رز بسمتي سخن عشان اعمل حبه مع الكاري. يا صلاتك يا حبيبي يا نبي. حاضر يا عم المخرج، حاضر يا عم المخرج. كل حاجه يقول لي لا بلاش دي، لا بلاش دي، لا اعمل دي. حاضر يا عم. عايزها كله سمكايه؟ حاضر يا باشا. اهو كده ادي الصوص بتاعي. مش هديله اي حاجه لاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي، لا سنه ملح. كده ده اهو. ده الصوص بتاعي. كده يا هبة مساء الخير. الو مساء النور. ازيك يا ست هبة؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ انا بخير طول ما انت بخير يا ست الكل. اخبار حضرتك ايه؟ في نعمة والله يا ست الكل. الف الف مليون مبروك لشريف علاء، يا رب وتفرح بولادك. عقبال عندك يا ست الكل، ربنا يكبر بخاطرك ويخليك ليا. الله يخليك يا رب، ما نتحرمش منك ولا من اكلاتك الحلوة دي يا رب. تحت امر سعادتك يا ست الكل. الله يخليك. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اربعة يا ست الكل. ما نتحرمش منك يا رب. اتفضلي. مش عايزة اسال حضرتك على البيتزا بالجمبري. على عيني. التحضير بس المكونات بتاعتها من فوق بس ازاي؟ ازاي هقول لك على عيني حضرتك. ما نتحرمش منك، شكرا. هنجيب الجمبري نقشره، هناخده سوتيه في شويه زيت زيتون مع فص توم مع ليمون.
الجمبري هناخده شوتيه مع فص توم وليمون وزيت زيتون. اديله شويه زعتر ملح وفلفل. شويه زعتر ملح وفلفل. وعلى طول احطه على العجينه بتاعت الايه؟ البيتزا. كده ده اهو. ده الجمبري بتاعي اهو. اشيل بقى كل الكلام ده عشان هنخش على الجد بقى، لان عندنا الجد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخش على الجامد. نشيل بقى كل الكلام ده عشان ايه؟ محدش يزعل مننا. ونطفي النار. كده عند سنيت الكوسة هجاوب عليها. في حاجة تانية جنب الكوسة تانية يا عم المخرج. عصام. ايوه يا عصام ازيك؟ مش سامعك يا عصام، التليفون بيقطع عندك يا حبيبي. صوتك بيقطع يا عصام. كده هنا ادي الرز بتاعي. عندنا كوسه بالبطاطس بالفراخ وكوسه باللحمه. هنا عندي سردين الرخيص اللي الناس مش عايزه تجيبه عشان رخيص، انا شخصيا بعشقه وبموت فيه. هنعمله مع بعض، نقليه مع بعض، هنشوف مقاديره وانا شغال. سردين مقلي. نشوف مقاديرنا. سردين وتوم وليمون وكمون وشطه ودقيق وهريسه، زيت، بقدونس، ملح وفلفل. تاني مع حضراتكم. سردين بلدي، توم، ليمون، كمون، شطه، هريسه. كل دوت هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. ادي شوية هريسة اهي. ادي الكمون. ادي شطة. ادي ليمون. ادي ملح. ادي فلفل. ادي بلندر. اهو. جميل. كل الكلام ده اهو كده. برضو قال لي ريح فين، قول لي نظفته ازاي. اخد فاس وارجع لكم تاني اكون نظفت بيت السلمون. السردين هو برضو عشان نبقى عارفين سهل، سهل جدا التنظيف. بشيل الدماغ كده، بفتح القلب كده اهو بايديا وانزع الجلد الدماغ كده واشيل كده البطن بتاعه. فاصل وارجع لكم تاني نكون نظفت بيت السمك وبشيل السلسله دي كده اهو كده اهي، واكسرها كده ويبقى عندي دي زي كده ما حضراتكم شايفينها اهي. فاصل وارجع لكم تاني اكون تبلت السمك عشان نقليه مع بعض. فاصل وارجع لكم. اقعد على المحطه واروح في اي حته. كده حضراتكم اخر حتتين اهم اهو كده اهو. لازم اتبلهم كويس جدا. طيب خلي بالكو انا هقلي دلوقتي بس عايزينه يبقى كريسبي. خلاص يا استاذ. هيبقى كريسبي ازاي؟ عايزينه مقرمش ازاي؟
حاضر على عيني على عيني. طيب كده هقول لكم ازاي يبقى كريسبي وازاي هنطلعه مع بعض. ادي السردين اهو، بعمل كده في الميه اهو، كده. طيب انا على ما يبدو ممكن يكون النار بتاعتي او الزيت بتاعي عشان كتير هيتعبني والله هيطلع. طيب يا ست ايمان. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا ست ايمان. ازاي حضرتك يا ست البيني؟ انا في نعمه وطول ما انت بخير. والله انا مش عارفه اقول لك ايه، يعني كتير جدا على الحاجات اللي بتعملها الجميله. انا تحت امركم ما تقوليش كده. والله انا يعني الواحد محتار يتفرج عليك ولا يتفرج على الست علاء. ده اخوك، ده اخوك اخوك يا حبيبتي اخوك. الله يخليك. اتفضلي سؤال حضرتك. معلش يا ست البيني انا بس عايزه سؤال عن الطحال، مش بعرف اعمله. الطحال هنسلقه، هنديله بوكي جرنيه، نسلقه ونديله بوكي جرنيه. ايوه. بصل وجزر وكرفس ورق لور وحبهان، ملح وفلفل، واخليه الميه تغلي كويس جدا. اخلي الميه تغلي كويس جدا، بنزل بيه بالطحال، ملح وفلفل وكل التوابل الجميله محطوطه فيه. يبقى بعد كده اللي هنعمله، اللي انا هعمله بعد كده ان انا هطلعه بعد ما يستوي، هقطعه طرنشات رفيعة، بعد كده هجيب طاسة هقطع بصل جوليان، طماطم جوليان، فلفل ألوان أو فلفل حراق زي ما أنت عايزة، وبعد كده على طول حضرتك هتروحي واخداها سوتيه في الطاسة، هيطلع معاك إن شاء الله زي الفل. كده هنا اهو بديله شويه ميه كده، اوعى تغطسي في الميه كامل اهو، احنا عايزينه كريسبي اهو. كده كده اهو، كله شغال في الناحيتين، ما عنديش حاجه هتعطل مني. اي سمك اي جمبري عايزاه كريسبي نفس الطريقه اللي انا بعملها دي حضرتك اهي كده اهو. لسه عندي اتنين تاني يا ست اجلال. ايوه سلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ ايوه ازيك يا شيخ البيني زعيم الشفات. انت عامله ايه يا ست؟ اخبار سعادتك ايه يا ست جلال؟ الله يخليك. بص انا مش طالباك عشان اسال على اكل. نعم؟ انا مش متصل عشان اسال على اكل. امال تسالي على ايه حضرتك؟ اسال على السكاكين بتاعتك الجميله دي. ايه رايك؟ نعم. السكاكين الجميله اللي بتستعملها جبتها منين؟ موجوده في كل الاسواق والله يا ست الكل. لا ده انت كاتب عليهم شيف الشربيني. مش هقول لك. لا هزعل كده. لا محدش يضحك على المناوي. قول لي جيبها منين. ماشي ماشي. اديك فرصه تفكر واتصل تاني بيكو. ماشي يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. بشكر حضرتك على اتصالك الجميل الرقيق الحلو. كده هنا يا مسهل يا رب. كده انا يعني الزيت بتاعي كان المفروض يبقى سخن اكتر من كده، بس هو تقريبا فيه العلم عند الله كده حاجه مش ايه مش حلوه في الجريليا او في الفاتوره، لكن كله هيطلع باوانه ان شاء الله اهو. كده اذكر الله. ده السردين ده بقى يا جماعه مش عايز اقول لكم طعمه يبقى ايه. صينية البطاطس بالدجاج والكوسة باللحمة، عندي الفرخة بقطعها على اربعة، بجيب طاسة على النار بتبلها بملح وفلفل وميه طماطم واشمطها. يعني ايه بشمطها يا جماعة؟ بطجنها
بشوحها زي ما بيقولوا. بعد كده في نفس الطاسه اللي انا شوحتها بنزل عليها بصل طرنشات، بطاطس طرنشات، كله طرنشات، ثوم، فلفل الوان او فلفل احمر، كل التوابل اللي انا عايز احطها احطها، ما حدش ليه حاجه عندي. بعد كده بديها عصير طماطم، يبقى حطينا البصل في الطاسه، دبلة البصله، اديت لها فلفل الوان، قرفس، اديت لها كل التوابل اللي عندي، ثوم مفروم، قرن فلفل حراق لو انا عايز. بعد كده بنزل عليها بصوص الطماطم، وانزل بالفراخ اللي هتاخد غلوه، ملح وفلفل وكمون، احطها في صينيه في الفرن وادخلها، هتطلع معايا 100. اهم حاجه الطماطم عندي. طيب كده اللي بعد كده ايه؟ الكوسه باللحمه. عند اللحمه كده هنا حضراتكم اهو، ادي بقيه الزيت اهو عشان برضو نخلص ما نقعدش كتير. الكوسه عندي بجيب كيلو كوسه، نص كيلو لحمه بتلو، بعمل ايه؟ ببشر بصلايه مع فصين توم، بحطهم تصفر، بنزل معاهم باللحمه واقلب معاها، احس الاثنين اتمزجوا مع بعضهم، اديهم شويه كرفس، شويه توابل زي ما انا عايز، ابشر طماطمتين واحطهم معاها، كل ده مع اللحمه، اديها شويه مكعب مرق او شوربه. بعد كده بروح نازل عليها بالكوسه اللي انا قطعتها وقشرتها. يا ريت الكوسه ما نقشرهاش جامد عشان الجلد بتاعها بيبقى فيه فايده كتيره جدا، يبقى انا عايز استفاد بالجلد او بالقشره بتاعتها، افضل لي احسن لي بكتير ما انا اخليها كده بره. هتطلع معاكي احلى كوسه، برضه حطيها في الفرن لو عايز، عايزه تشغليها كلها مع بعضيها، انت ليكي حريه الاختيار، ما حدش ليه حاجه عندك. كده جاوبنا على الكوسه، جاوبنا على كل الاسئله بتاعتكم، شوف ايه تاني يا عمي، انا تحت امرك. طيب كده هنا ادي عندي، نزوق بقى الطبق بتاعنا. ليه بقى بقلي انا السمك بقى؟ انا بقليه زي ما انتم شايفين كده، طالع كريسبي اهو، طالع كريسبي بالمنظر ده، يبقى لما يطلع عندي متحمص كريسبي كده يبقى طعمه جميل جميل جميل. اخر حاجه دول اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل زي الفل. الله عليك يا اتش، الله عليك يا ابن البلد، اهو اهو شايفين؟ المخرج بيقول لي هتعمل ايه تاني؟ قلت له الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزها، عايز أروح كده، هلم العدة بتاعتي وأقول لكم مش هعمل حاجة تاني. أدي ده كده أهو، عملنا طاجن تعابين بالرز، سمك سول اللي هو سمك موسى ملفوف بالسلمون مع صوص الزعفران وايت رايز، عندي جمبري بالكاري، عندي سردين مقلي. النهارده حلقه كلها عن الاسماك، حلقه فسفوريه، ودايما بنعمل حضراتكم حلقه تعليميه. نفسي اعمل حاجه احسن من كده، اللي درت عليه عملته. بشكركم لحسن متابعتكم، بشكر وليد الشاعر على كلامه الجميل، وبشكر زمايلي كلهم اللي في الاستوديو هنا، ونشوفكم ان شاء الله بكره. السلام عليكم ورحمه الله.